نظم ثوار فبراير في مدينة التربة بتعز مهرجانا جماهيريا إحياء للذكرى 12 لثورة فبراير المجيدة، وتوافد الشباب من مختلف مديريات الحجرية للمشاركة تعبيرا عن استمرارية روح الثورة والكفاح رغم العوائق والتحديات جراء الانقلاب الحوثي. وجرى استعراض كلمات خطابية ووصلات غنائية وثورية أشارت إلى عظمة ثورة فبراير وتضحية أبطالها، وأكد شباب فبراير إصرارهم الثوري في دعم استعادة الدولة اليمنية وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أطياف الشعب. اليوم شباب ثورة فبراير ومجلس شباب الثورة يحتفي بالذكرى 12 لثورة فبراير. ها هنا نحن اليوم ثابتون كالعادة ومستمرون في تحقيق أحلامنا وطموحنا للوطن. الثورات المضادة أرادت لهذه الثورة أن تطفي وهك ثورة فبراير، ولكن وهجها مشتعل من بلاد مازن البذيقي أول شهيد لثورة فبراير. نجدد الوفاء والعهود للشهداء. فنحن نقول كانت أهداف الثورة ولا زالت هي المخرج الوحيد لليمن بمخرجات الحوار الوطني، وكذا وذلك بتفعيل الأقاليم، توزيع عادل للسلطة والثروة على مستوى اليمن، قضية الديمقراطية وتفعيلها من جديد، وحكم الشعب نفسه بنفسه. هذه كلها الأهداف التي أرادها الناس وأرادها الشباب الخارجون في تلك الأيام، هي المخرج الوحيد لليمن مهما دارت الأيام ومهما افتعلوا من حروب وصراعات داخلية. فسنظل ندور وندور ونروح ونذهب إلى نفس المخارج التي أقرها الثوار وخرجوا من أجلها. إن التعبير السلمي الذي خرج من أجله هو أرقى أنواع التعبير، فلا الانقلابات العسكرية ولا التمردات ولا التآمر الخارجي هي الطريقة المثلى لحكم اليمن، وإنما كانت بالخروج السلمي للتعبير السلمي بدون تدمير بدون فرض القوة على الآخرين، كانت هي الطريقة الأسلم والأفضل لإيصال أصوات الثوار وإيصال صوت الشعب للوصول لمخرجاته. هذه الثورة المباركة التي جاءت من أجل أن يكون اليمن، هذه الثورة المباركة التي نأمل أن نجني ثمارها نحن وأبناءنا من بعدنا، وأن تكون بداية الخير لهذه البلاد المباركة. المتآمرون كثيرون على هذه الثورة من الداخل والخارج، لكننا نعلن من هنا ومن هذه اليوم ومن هذا اليوم المبارك أننا ما زلنا وسنزال مصرين على تحقيق أهدافنا وجني ثمار هذه الثورة المباركة. بعد هذا الأمل أم قرب، نحن ما زلنا صامدون وسنصمد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى بتغيير حالنا وكسر شوكة كل الظلمة الجبارين الذين يسعون إلى محاربة هذا الوطن وشبابه، ويسعون إلى مخالفة دينه وعقيدته من حوثيين وغيرهم. بهذه المناسبة العظيمة والذكرى 12 لثورة 11 فبراير، لا زالت هذه الثورة مستمرة وستزال متقدة بحماس وإصرار وعزيمة الشباب. هذه الثورة برغم المؤامرات الخارجية إلا أنها لا زالت مستمرة وقوية بعزيمة الشباب